جريج العابد كان بيصلي، عشان تعرف في ناس ما عندهم فقه فهم ما عندهم. واحد تلقى الليل ده كله هاك يغيم في الليل، ودي عبادة. وأحسن صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، بيصلي بالليل، لكن مشكلته ما عنده فهم. ها الوقت ده لو نمت فيه تلقاه شنو؟ لو نمت وقمت الصباح نشيط الشغل ومشيت جبت قروش وأديت اللي أمك وصلحت لها أمورها، أفضل لك من قيام الليل. تلقاه شنو؟ في ناس ما عندهم فهم. جريج العابد بيصلي، أمه بتنادي فيه يقول ربي أمي صلاتي، أمش لأمي ولا واصل الصلاة؟ صلاتي، رجع للصلاة. تاني كورة كتلك قال أمي صلاتي، أمش لأمي ولا أتم صلاتي؟ واصل في صلاته. أمه زعلت، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. المومسات الزواني، المرأة الفاجرة يعني. وشوف سبحان الله داعد عليه بشنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو داعد عليه بالهلاك لهلك. لو داعد عليه ويموت كافر مات كافر، كويس؟ قالت بس هي ذاتها فيها حنية، شوف بس قالت لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ما يزني ولا كده، لا بس يشوف ان اتعرض ليه. عشان كده العلماء قالوا ده فيه دلاله على انه النظر الى المراه الفاجره معصيه وعذاب من الله، عقوبه دي. كونك تعلق في واحد تلقى مشتري لها، يا زول مشتري لها هنا شاشه بثلاث عشان يعاين في النسوان. انت قال له شنو؟ انت قال المسلسلات دي كان ما فيها نسوان بيحضروها؟ اللي بيحضرها منه؟ مسلسل كلها رجال؟ زول بيحضرها ما في. انا اكلمك لن نسوان دي مشترينا، ودي امه دعت عليه بالمساله دي ذاتها باعتبار عقوبه من الله، كونه يشوف النسوان دي عقوبه من الله، كويس؟ عشان كده الفقهاء قالوا جريج العابد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان فقيها، ما عنده فقه. طاعت امه اولى من الصلاه النافله الا الفريضه بس. شفت امك دي لو دقت لك، لو انت شايف هذا التليفون شايله في جيبك، كويس؟ كرر التليفون دق في الصلاه، انت بتصلي في فريضه ظهر عصر كده، ده بيصمت طوال من غير ما تعايل له، تصمت تليفونك، كويس؟ لانه ده ان دق لك رئيس الجمهوريه ما بتقطع الصلاه، الفريضه دي ما بتقطع يا زول. اما انت بتصلي في نافله دق التليفون عاينت فيه بامك تقطع طوالي، ترد لامك التليفون والله يرد لها التليفون؟ هو لو ما بصلي برد لها؟ والله في ناس ما بصلوا ما بردوا لها، يقول لك يا اخي بتسحمنا تبرمج بينا ساي. والله يا اخواننا مشكله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.